أنا كوزير مسؤول على واحد القطاع، كيفاش كنتخيل أن مواطن يمكن له يعيش ب 1500 درهم ولا 2000 درهم؟ ديك 3000 درهم ما كياخذوهاش. السلام عليكم، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. كما سمعتوا في المغرب دابا مو 1500 درهم و 2000 3000 و 6000 5000، ما بقاش عنده بلاصة فين يعيش في هذه البلاد. سمع مزيان ونرجعوا نتناقشوا في الموضوع. الحقيقة اليوم اللي بغى يعيش حتى 3000 درهم راه كنضحكوا، كيشدوا 2000 درهم ولا 1500 درهم. واش هادو غادي نكلهم يعيشوا؟ واش هادو لوليد وليد ولا جوج غادي يعيشوا؟ وحتى العاش واش غادي يعيشوا على الخبز والزيتون والحب؟ راه ما يمكنش الحب يستمر، راه غيتقهروا، راه غيتقهروا مع الوقت. التعاسه، البؤس، الحزن، الاكتئاب، امراض نفسيه ني جايه، باش ما بقاش يهضروا غير على الطلاق. واش الراجل كتبان لك غادي كيهضر بوحدو ولا كتهضر معاه وما كيجاوبكش كاع؟ ما هوش في هذا العالم وكيشوف فيك وما راش هنا. علاش؟ حيت العقل مشى مسكين كيدبز، مشى يوكل هذا وشنو غادي يدير هذا وكيخلص هذا. ما يمكنش راهينا تجمع ديك العيد والمدرسه والعطله ورمضان. هادو هي كذا قرار. انا كوزير مسؤول على واحد القطاع، كيفاش كنتخيل ان مواطن يمكن له يعيش ب 1500 درهم ولا 2000 درهم؟ ديك 3000 درهم ما كياخذوهاش. اما دابا الحد الادنى خصو يكون 5000 درهم. 5000 درهم عاد يقدر الانسان ما يمدش يديه، ممكن ما يمرش وما يتعقدش وما يطلقش وما يدابش. هادشي اللي قال الدكتور معتوق، انا بعدا السيد هذا عز عليا بزاف وكنحترمو بزاف. كنتمنى لو كان عندنا شي واحد في البرلمان ولا شي واحد في شي منصب كبير اللي كيدوي بهاد الهضره اللي كيقول السيد هذا بالاقوال والافعال. ساعه والو ما عندناش. زائد نقطه واحده اخرى، انا نخالف في واحد النقطه، قال ان المواطن كيفاش يعيش. كاين جوج فئات في المغرب، كاين الفئه اللي هي عايشه ومبرعه مع راسها، وكاين الفئه اللي هي غير حيه كتمشى على الارض وصافي. الصالير اللي كيجيها ما كيقداش وكيدوزوها بالسلف وغادين وغادين وغادين. في المغرب 5000 درهم وما قداش المواطن يدوز بها، كتلقى ان الراجل والمراه وخدامين بجوج وكيتعاونوا وما كيخرجش لهم الكالكيل نهائيا. في المغرب دابا كلشي تزاد، كلشي غلا، ما بقاتش شي حاجه رخيصه. الحاجه اللي ما تجاش هما لي صالير. مستوى المعيشه المواطن نورمالمون ملي كيتزادوا الاغلاء الاسعار وتزاد كلشي تزاد فيه وتطور وهادشي وبلادك وفيها الثروات مزيان، خاص مستوى المعيشه المواطن حتى هو يتزاد. حنا لا، حنا المستوى ديال المواطن المغربي زاد نزل، زدنا من الطبقه المتوسطه للطبقه الفقيره، غادي كنتزاحموا تحت مع بعضياتنا. دابا لا يعقل ان السميك في المغرب باقي داير 3000 درهم، ما واصلش 3000 درهم اصلا، شي 56 الف ريال اللي كيشدوا فيه. السميك في المغرب خاصو يوصل ل 5000 درهم. الوغ اذا داك الدرويش اللي كنقولوا كيجيب تعادل ولا شي خاصو 5000 درهم. عا باش نهضروا على الناس اللي الفوق ما خاصهمش يكون لي صالير اللي شي 10 و 11 وزيد وزيد، خاصو كل لي صالير طالعين. صعيب صعيب باش تقول لراجل طلب منه ان يصرف على ولادو وكاري والموضوع والمصاريف والاحتياجات والمرضى وهادشي وكيتخلص 3000 درهم، راه والله الا كاين شي رجال كتلقى مريح بالضبط البحر، يفضل ان يتلاح في البحر ولا يبقى ان في الحياه. كتلقى الهموم اللي على الكتاف ديال الرجال صعيبه صعيبه بزاف. كتلقى الانسان باقي صغير وهو شرف قبل من الوقت. كتلقى الانسان غارق غارق وكيقول الحمد لله. كتلقى الانسان واصل للعظم وكيقول الحمد لله. واللي الفوق اللي هما الفوق صحاب الشركات وصحاب الاداره وصحاب هادشي ما كيهمهمش، كاع صحاب اللي كيتخلصوا لي صالير الفوق ومبرعين مع راساتهم ما غايبانش ليهم تحتاني وما غايحسوش بيه، لان ماكينه خدامه وغادي تدوز. شكي ولا بكي داكشي ما سوقناش حنا. نورمالمون البلاد راه فيها خير مولانا، البلاد اللهم بارك، ماشي نقولوا بلاد اللي حنا معدومين ولا ما عندناش. عندنا البحوره وعندنا الفوسفات وعندنا المعادن وعندنا المناجم، وعابش بان الغاز والبترول. واش الغاز والبترول كنسمعوا من شركات اجنبيه ما كنسمعوش من ديالنا حنا. نورمالمون المستوى المعيشي خاصو يتطور، وخاص داك يشوفوا من جهه الدرويش، ماشي اللي هو غني يزيد يستغنى والفقير يزيد يتفقر اكثر. راه والله الا عائلات كانوا كيجيبوا طرف ديال الدجاج وياكلوه مع شي ديال الخضيره وهادشي ويديروا به مريقه ويفرحوا به من الوليدات الصغيورين، وكتشوفهم مره في السيمانه داك شويه ديال الدجاج. الناس ولات تعابت على الخضره ديرها مع المرقه، لا
الناس كانوا كيديروا كنسميو حنا الدواز وهادشي، صعاب عليهم دابا باش ان نجيب خضره وديرها متكامله لوليداته ويوفرها لهم ويقول لهم تفضلوا بسم الله واجيو ناكلوا. الرجل ولا كيحشم يدخل دارو ويشوف ولادو ناقصهم 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 ناقصهم. الرجل ولا كيحشم يجلس الطبله كيت الغدا لوقيت العشاء وما كاين والو. الزيت اللي كان كيمشي لها الدرويش رخيصه راه ولات دايره 90 درهم. زيت البلديه اللي كان الدرويش كيمشي يتاجع ليها ويفطر بها الصباح الخبز والزيت واتاي، ولا كيصعب عليه دابا يحط الزيت ولا كياكل الخبز واتاي. راه ما عندوش هو بحالكم نتوما باش يشري الفروماج الكاشير الجبن، ولا ماشي يشري يجيوه كيجيوه. لا اله الا الله لا اله الا الله. راه هذا السيد هذا الدكتور معتوق لخص كلشي في كلشي في كلشي بحال هاد الفيديوهات اللي نبغيو بارطاجيو بزاف، بحال هاد الفيديو اللي نبغيوه يوصل مزيان. فاش كنحطوك بحال هاد الفيديوهات ما كنلقاوش تفاعل، فين كنحطو فيديوهات تكون شي حاجه بسيطه وعاديه وما عندها حتى علاقه بالمواطنين فهي كتبارطاج مزيان وكتفاعل مزيان في جميع الصفحات المغربيه. كنتمنى كلشي بارطاجي هاد الفيديو، كنتمنى ان الميساج يوصل. راه والله الى الحاله ديال المواطنين لا يرتلها، الناس تبهدلات ما بقاش السفر تسافر، ما بقاش النعاس تنعس متاحه، الناس ولات عايشه في ستريس 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 ستريس، والاغلبيه كيموتوا بالستريس، ما بقاوش كيموتوا الموت العادي، الناس ولات كتموت بالستريس. هادي